بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا يا رب معه على حوضه لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. أدينا داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم إنه ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تغش الكبائر أو لاما أو ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. عشان كده درس دلادي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة، وده الجزء الثاني. واحنا استمعنا في الدرس اللي فات، وكان درس معاد لان احنا كنا الدرس ده المفروض كنا نكمل معاه سلسله الخشوع، ولكن كنا توقفنا مده كبيره، وبعتذر طبعا عن عدم حضوري الدرس اللي فات لظروف نزله برد شديده جدا. ورغم ذلك جاي لكم النهارده وانا تعبان برضه، بس اهم حاجه ان احنا نلتقي على الحب في الله وعلى طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى درس دلوقتي بعنوان النبي ونعمه الخشوع في الصلاه الجزء الثاني. قلنا في الجزء الاولاني يا جماعه، قلنا ان نعمه الخشوع في الصلاه من اعظم النعم، وان الخشوع هو روح الصلاه. زي ما الانسان يا جماعه لو عاش بلا روح يبقى ميت، لو خرجت الروح من الجسد يبقى ميت، لان الانسان عباره عن روح وجسد. الروح تطلع من الجسد خلاص مات الانسان، كذلك الروح والخشوع لو طلعت من الصلاه تبقى الصلاه كانها كالجسد الميت. وقلنا ان لو استدعاك ملك من ملوك الدنيا وقال لك تعال عايز اقابلك، هتروح تقف بين ايديه ازاي؟ وده مالك انسان بشر من البشر، فتخيل لو كنت هتقف بين يدي رب البشر سبحانه وتعالى رب الكون اللي قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل لما تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى كيف يكون الخشوع في الصلاة. وقلنا ان التفات في الصلاة نوعين، التفات بالبصر والتفات بالقلب، واسوأ النوعين هو الالتفات بالقلب، وان كان النوعين بيأثروا في درجة الثواب اللي ممكن نحصل منه او نحصل به على هذا الاجر من الصلاة بفضل من الله سبحانه وتعالى. اذا فاشد انواع الالتفات ان انت تلتفت بقلبك عن الله، تبقى واقف بين يدي الله ودماغك وقلبك وحياتك وفكرك وشغلك كله في الدنيا والفلوس والزوجة والتجارة والأولاد والمنصب والجاه والمصلحة، ويعني الدنيا كلها يعني ما تسويش عند ربنا سبحانه وتعالى جناح بعوضة. فكيف ألتفت لجزء من جناح بعوضة عن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ وقلنا الحلقة اللي فاتت إن اللي مش بيخشع في صلاته ليه حق يحس إن الصلاة فعلا تقيل على قلبه، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة أو أن أنت تركز في الصلاة، كبيرة أو أن أنت تحافظ عليها، كبيرة أو أن أنت تتمسك بالصلاة، إلا على أهل الخشوع. أهل الخشوع بيحسوا أن الصلاة حاجة، يعني زي ما النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. ففي ناس بيرفعوا شعار أرحنا بها يا بلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس بيرفعوا شعار
أرحنا منها يا بلال، لأن ما عندوش خشوع فبالتالي هي تقيلة جدا على قلبه. وقلنا أن أول حاجة ترفع في هذه الأمة يرفع الخشوع من هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فتدخل المسجد فلا تكاد أن ترى خاشعا واحدا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عند مسلم أن الحبيب المصطفى سيد ولد آدم، صاحب أتقى قلب وأخشع قلب وأنقى وأفضل قلب في الدنيا كلها كان الحبيب المصطفى، كما عند مسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. لأن القلب اللي ما بيخشعش دوت قلب مش هيستفيد كتير من صلاته، مش هيستشعر نعمة الصلاة ونعمة القرب من ربنا سبحانه وتعالى، مش هيحس بلذة المناجاة، إن في طعم للأكل والشرب وفي طعم للإيمان والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم، بس مش في الجوف، مش في الفم، إنما طعم الإيمان في القلب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وذكرنا في الحلقة اللي فاتت، أنا بس بستحضر كده عناصر سريعة ونخش على حلقة الليلة دي، وذكرنا إن الشيطان عمره ما هيسيبك أبدا، لأن في شيطان مخصوص للصلاة اللي هو اسمه خنزب، ده مخصوص عشان يخش يوسوس لك في الصلاة ويبعدك عن الخشوع في الصلاة، ويحاول بأي طريقة إنه يشغلك بالدنيا وحطمها ومشاكلها والفلوس والدنيا والزوجة والمنصب. هو ده الشيطان، دي شغلته، فعمره ما هيسيبك ابدا. ولذلك بعض الناس اللي ما كانتش بتصلي بيقولوا: والله كنا كويسين والدنيا جميله قوي، ومن يوم ما ابتدينا نصلي حصلت بقى المشاكل وبدا مش عارف ايه، اخش المسجد الحذاء بتاعي يتسرق، وارجع من المسجد الاقي الدكان ما اعرفش حصل فيه ايه. هي دي شغلانه الشيطان، ان كل ما تقرب من ربنا كل ما يضايقك اكتر، وكل ما تكون بعيد عن ربنا هو مش فارقه معاه خلاص بقى يقرب لك ازاي، اذا كنت انت اصلا عملت كل اللي هو عايزه من غير ما يبذل معاك اي جهد. عشان كده بنقول الشيطان محال انه يسيبك. وقلنا، ودي كان اخر حاجه قلناها في الحلقه اللي فاتت، ان مش معقوله ان الجبال والحجر يكون اخشع لله مننا واحنا اصحاب القلوب. قال جل وعلا: لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا خبر أبيض، الجبل الضخم دوت اللي احنا بنشوفه بنترعب من منظره، عنده خشوع لله سبحانه وتعالى وللقرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا سلام، شيء عجيب جدا ان احنا بنستكتر ان احنا نخشع لمدة 5 دقائق في الصلاة، والجبل بيخشع لله 24 ساعة كل يوم، في كل لحظة هو خاشع لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل درس الخشوع في الصلاة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم قبل كده دروس وسلسلة الصلاة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. احنا تناولنا الصلاة في درسين اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولنا درس بعنوان قيام الليل النبي وقيام الليل، ودرس بعنوان النبي وصلاة الفجر، ودرس بعنوان النبي ونعمة الأذان، ودرس بعنوان النبي ونعمة الوضوء. وتعالوا نكمل نعمة الخشوع، ولسه بعد كده هنشوف فضل صلاة الجماعة، ولسه بعد كده هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا في الصلاة. واحد ممكن يسألني يقول: يا شيخ محمود، في عز ما الدنيا مقلوبة والمشاكل مالية كل الدول الإسلامية تقريبا، وانت هتكلمنا عن الخشوع في الصلاة؟ مش المفترض ان احنا نتعايش مع قضايا الأمة؟ اقول لك ان اعظم نعمة نتعايش بيها مع قضايا الأمة ان احنا نعلم الناس ازاي يخشعوا وازاي يقربوا ربنا سبحانه وتعالى. لان والله ادين الله سبحانه وتعالى وألقى الله بهذا المعتقد، ان كل ما نقرب من ربنا أكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا نعمة الأمن والأمان والرحمة والخير والبركة في كل بلادنا اللي احنا عايشين فيها، بس نقرب من ربنا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يعلم المسلمين نعمة التوحيد، وكان لسه لم تفرض الصلاة ولم يفرض الزكاة ولم يفرض أي حاجة من الفرائض ديت، لكن النبي كان عايز يعلق قلوب الصحابة بالله سبحانه وتعالى، عشان لما تأتي الفرائض الكل يقول سمعنا وأطعنا، محدش يقول وليه وشمعنا طب ليه ربنا فرض دي وليه، مفيش نقاش. لأن في الوقت دوت هنرفع شعار: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
هنرفع شعار وعجلت إليك رب لترضى. تعالوا نشوف النهاردة حاجتين، بعض نماذج الخاشعين في الصلاة عشان نقلدهم، يعني فعلا يعني تشبه أو تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحه، إن الإنسان لما يتشبه بهؤلاء الصحب الكرام وهؤلاء التابعين اللي تربوا بين إيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو ده الخير، كل الخير. إن أنت تشوف واحد إنسان صالح كان بيعمل إيه عشان يخشع في صلاته فأنت تعمل زيه. أول مثال طبعا بيخطر على بالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة هو مثال عروة ابن الزبير، كان مثال عظيم جدا جدا، ما زالت أعواد المنابر تهتز لذكر هذا الرجل ولذكر قصة عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، هذا التابعي الجليل اللي في يوم من الأيام جاله مرض اسمه الآكلة، زي بلغة العصر كده الغرغرينة، لازم رجليه تتقطع، فوصلت الغرغرينة لرجليه من تحت، فقالوا له نقطع عن رجليك يا عروة، فقال لا اتركوها كما هي. الغرغرينة امتدت لحد منتصف الساق، قالوا له نقطعها عشان الغرغرينة ممكن تمتد لبقية جسمك، قال لهم لا، حد ما وصلت لركبته، ولو تعدت بعد ذلك لوصلت إلى أماكن خطر، فممكن بعد كده تتسبب في موته وممكن تنشر السم في جسمه. فقالوا له نقطع رجلك يا عروة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص اقطعوها. قالوا له طيب نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده إيه تذهب العقل، حاجة إيه زي المخدرات، زي النوع من الأشياء التي تخلي الإنسان ما يبقاش دريان بأي حاجة. قالوا له نسقيك كأسا من المرقد، فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة قطعتم رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. وبالفعل بدأ عروة بن الزبير الله أكبر، وبدأ يخشع في صلاته ويقرأ. وكان عروة بن الزبير اللي الناس ما تعرفوش عنه أنه كان بيقرأ يوميا ربع القرآن في ورده بالنهار، وبالربع القرآن ده يصلي به قيام الليل، فكان يكرر ربع القرآن مرتين، مرة قراءة ومرة صلاة، فكان كل يوم بيقرأ نص القرآن بفضل من المولى عز وجل، ولم يترك ورده إلا في اللحظة دي فقط اللي هي أغشي عليه فيها، وبدأ يقوم ويصلي الله أكبر الله أكبر من الدنيا كلها، من حطام الدنيا، من كل حاجة. وقف يصلي عروة بن الزبير ويخشع بين يدي الله ويبكي، فلما انتهى من قراءته وركع وسجد مسك رجليه وهو ما فيش أي مخدر ولا أي بنج واخده، وهو حاسس بكل حاجة، وبدأوا يقطعوا رجليه ولم يشعر أبدا، لأنه كان مشغول بالله، قلبه موصول بحبيبه سبحانه وتعالى، شيء فوق الخيال. لو لصحة الرواية ما كناش نصدق أن في واحد في الدنيا من شدة خشوعه في الصلاة بيقطعوا رجليه من الركبة ولم يشعر، قطعوا رجليه ولكن من شدة الألم هو مش حاسس، لكن من شد من رحمة ربنا بيه عشان كثرة الدماء اللي كانت بتنزف وشدة الألم اللي ممكن يحس بيه بعد ما يخرج من الصلاة، أغشي عليه يوما كاملا 24 ساعة إغماء. فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. سبحانك يا رب، سبحانك ما ألطفك وما أرحمك. الرجل رجله اتقطعت وفي نفس الوقت ابنه مات، ابنه البكر محمد. فلما قالوا له كده قال اللهم لك الحمد، اللهم إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وإن كنت أخذت فكم أعطيت، وأدم النعمة قبل النكمة. وده من كمال الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، قال له أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. ثم أنشد يقول فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم أخذ رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط، وما مشيت بها إلا في طاعتك، فاللهم إني أشهدك أني ما استعملتها إلا في طاعتك. فجاءه رجل يعزيه وقال أبشر يا عروة، جزء من جسدك سبقك إلى الجنة، أسأل الله أن يلحق الكل بالجزء فتكون معها في جنة الرحمن. شيء جميل جدا وشيء في قمة الروعة،
ان الانسان يستشعر ان حته من جسمه سبقته وراحت الجنه وهو مستني يتقابل معاها في الجنه علشان يحصلها ويكون معاها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض نعمه الخشوع في الصلاه، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد ايه نعمة كبيرة جدا الإنسان يكون خاشع في صلاته. صدقوني والله العظيم تحس بلذة عجيبة جدا وانت واقف كده، عينك على موضع السجود، قلبك موصول بالله سبحانه وتعالى، حاسس ومستحضر المعنى. أنا دلوقتي واقف بين يدي الله الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. أنا مش واقف بين إيدين ملك من ملوك الدنيا. وإن كان الإنسان لما بيقف قدام وزير بيبقى عمال بيترعش، تخيل لما يكون واقف قدام رئيس جمهورية أو ملك من ملوك الدنيا، تخيل بتبقى واقف عامل إزاي وجسمك بيرتعد وخايف إن يصدر منك نظرة تغضب الملك اللي قدامك، خايف إن يصدر منك كلمة تضايقه وتزعله منك، خايف ان يصدر منك تصرف يغضبه عليك. فتخيل بقى ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل لما تكون واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وبتقول له الحمد لله رب العالمين، رب الكون ده كله، وما قدر الله حق قدره، دق معايا في الايه دي ركز معايا، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، الله أكبر. حس كده واستشعر، لما تستشعر عظمة الكون سبحانه، عظمة كون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لما تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك، ملك جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، عن ملك من حملة العشر اللي هم الثمانية، واحد منهم. النبي بيقول ربنا أذن لي أن أنا أقول لكم وأكلمكم عن الملك دوت. قال: رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. فيقول ذلك الملك في خشوع وخضوع لله: سبحانك ما أعظمك. فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله، تخيل حضرتك أن سيدنا ابن مسعود يقول ولا حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما بيقول: ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الكرسي، إلى عرش الرحمن. تخيل حضرتك ملك واحد في قمة الخشوع والخضوع وبيقول سبحانك ما أعظمك. حضراتكم عارفين أن في رحلة الإسراء والمعراج كان في الرحلة دي هي التي فرضت فيها الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة في أوضاع ثلاثة، في لقى ملائكة قيام لله منذ أن خلقوا وإلى أن تقوم الساعة، وملائكة تانية ركوع لله من يوم ما ربنا خلقهم لحد يوم الساعة، والملائكة الثالثة سجود بين يدي الله. فتمنى النبي أن يجمع له تلك الأوضاع الثلاثة في الصلاة، فكانت الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. الملائكة اللي ساجدين لله سبحانه وتعالى من يوم ما اتخلقوا، وده كان قبل خلق الجن والإنس وآدم عليه السلام، وأول ما اتخلقوا سجدوا لله سبحانه وتعالى ويظلوا على تلك السجدة، هي سجدة واحدة من يوم ما اتخلقوا لحد ما تقوم الساعة. فإذا نفخ في الصور قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنا لما بسمع كلمة زي كده أحس أن جسم الواحد أشعر قد إيه إحنا، يعني قد ايه تقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى، قد ايه احنا فعلا ظلمنا انفسنا ببعدنا من زمان من سنين طويله. مسكين يا اللي ما بتصليش، مسكين يا اللي ما سجدتش لله سبحانه وتعالى، مسكينه يا اللي شغلك الاكل والشرب والزوج والمتعه والفسح والمرواح والاولاد والشغل، كل ده شغلك عن ان انت تسجدي لله سبحانه وتعالى. ربنا الحليم الكريم الودود الشكور بيقول قرب لي قرب لي، بأن أنت تنزل تحت وتحط أشرف ما في جسدك وهو الوجه في أذل شيء وهو التراب، واسجد واقترب. عايز تقرب مني انزل تحت تطلع فوق. قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ما تنزل تحت تطلع فوق
مسكين يا اللي ما دقتش حلاوه الصلاه، مسكين يا اللي ما دقتش حلاوه الخشوع، ان انت بتخشع لله وبتسجد لله وانت حاسس ان انت عبد مسكين ذليل ما تساويش اي شيء في الكون ده كله بجوار عظمه ربنا سبحانه وتعالى وعظمه مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فوانت نازل تحت بتقول سبحان ربي الاعلى، حاسس بقلبك وبجوارحك وحاسس بكيانك ان فعلا ان انت جسمك دوت ووجهك دوت واشرف ما فيك في التراب، وان المولى عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. يعني معنى عظيم جدا وجميل جدا. كان سيدنا علي بن ابي طالب كان لما يجي يتوضا، لسه بيتوضا، كان يحصل له عمليه رعشه، كان يرتجف، فقالوا له ماذا بك يا علي؟ فيقول أتدرون إني سأحمل الأمانة الآن التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، فحملت تلك الأمانة. لأن الأمانة لها معاني كثيرة جدا، فكان من بين معاني الأمانة كما قال ابن عباس هي التكاليف، العبادات، الأشياء التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الحسن بن علي، يعني طبعا ذرية بعضها من بعض، الحسن بن علي رضي الله عنهما كان إذا توضأ اصفر وجهه، فقالوا لماذا ذلك يا حسن؟ إيه اللي بيحصل لك؟ فكان يقول أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ سبحانك يا رب. يعني اللي عايز يخشع في الصلاة مش يخشع في الصلاة من التكبيرة، لا، ده أنت لسه من أول ما بتتوضى، وانت بتتوضى سواء في بيتك او في المسجد، وانت بتتوضى كده الله اكبر، ده انا رايح اقابل ربي سبحانه وتعالى، الله اكبر، ده انا هقف من ايدين ربي فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى، انا هقف من ايدين ربنا، انا رايح اقابل الحق سبحانه وتعالى. استشعر المعنى دوت، هتحس قد ايه ان قلبك عمال بيخشع وانت بتتوضى. وبعد ما بتتوضى كده وتحس لسه هنعيش دلوقتي، عايشكم دلوقتي مع رحله بقى اللي يعني الصلاه من اول الوضوء لحد ما تسلم من الصلاه، ازاي مع كل حاجه وكل رحله وكل مرحله بتعديها من الرحله ديت وكل محطه هتوقفها في الرحله ديت، ازاي تستشعر ان انت تخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الحسن بيسألوه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركزوا معايا في المعنى الجميل دوت. فبيقول لهم عايزين تعرفوا كنا بنصلي ازاي على عهد النبي يا مسلمين يا اخواني واخواتي يا احبابي، عايزين تعرفوا هم كانوا بيصلوا ازاي على عهد النبي. اسمع الكلام الجميل دوت، بيقول كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط. حضرتك عارف الصراط شكله ايه؟ احد من السيف وادق من الشعر، منصوب على متن جهنم، لو وقعت سنه يمين او شمال هتبقى في النار. تخيل مدى الخوف والرعب. انا ماشي على شعراي، الشعراي دي طولها قد ايه؟ من الالاف المليارات من الكيلومترات، لا يعلم مداها ولا حجمها ولا طولها الا الحق سبحانه وتعالى. ماشي على شعره احد من السيف وادق من الشعر، وتحتي نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، اللفح بتاع النار والحر بتاعها ممكن تلاقيه وتحس بيه من على بعد 500 سنة. لو وصل من على بعد 500 سنة لفح جهنم للوجه بيتساقط لحم الوجه. ربنا يا رب يعافينا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى سبحان الملك. معد على الصراط فقال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط. خد بالك، والجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله جل وعلا. فإذا ما قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. حس بقى معنى الصلاة ده وانت واقف بتصلي كده، الله أكبر، أنا واقف على الصراط، الجنة عن اليمين، النار عن الشمال، الكعبة قدامي، ملك الموت بينتظر قبض روحي بعد الصلاة دي مباشرة، دي آخر صلاة هصليها في عمري، أنا مش هصلي بعدها، دي آخر صلاة، بعدها مباشرة ملك الموت هيقبض روحي. وكلنا واقفين بين يدي الله. وبعد ما صلي الصلاة بالخشوع دوت والخضوع دوت، أنا مش عارف إذا كان ربنا قبلها ولا ردها عليا. الله أكبر، شيء فوق الخيال. كان في واحد من التابعين، وسامحوني انا مش قادر اتكلم لاني تعبان جدا جدا، بس انا سعيد بلقائكم والله. كان في واحد من التابعين اسمه منصور بن المعتمر رحمه الله رحمه واسعه، كان بيتلذذ
يا رب ارزقنا يا رب والمشاهدين يا رب ارزقنا جميعا لذة المناجاة ولذة القرب من ربنا ولذة قيام الليل. يا رب يا رب ارزقنا لذة قيام الليل، يا رب ثبتنا على قيام الليل وارزقنا لذة قيام الليل يا رب، واقمنا بين يديك يا رب ليل نهار يا رب العالمين. منصور بن المعتمر كان يقوم يصلي من بعد العشاء الى اذان الفجر، من كتر ما هو واقف ما بيتحركش لا يمين ولا شمال، وكانت الدنيا ضلمة كده ما كانش فيه أنوار، كان الناس بس تشوفه كده على ضوء القمر. فكان في بنتين يتامى كانوا ساكنين في البيت اللي قدامه، فكان يقولوا لأمهم هو إيه النخلة اللي موجودة أو إيه العمود اللي موجود فوق بيت منصور بن المعتمر، فما كانتش ترد عليهم. فلما مات منصور بن المعتمر فلقوا ان الحاجه اللي كانت واقفه على السطح بتاع بيته مش موجوده، قالوا لها يا امه فين العمود اللي كان موجود فوق بيت منصور بن المعتمر؟ قالت لهم العمود ده كان هو منصور بن المعتمر، كان يقف ويصلي بين يدي الله فمات منصور بن المعتمر. شيء عجيب جدا جدا. كان في ثلاثه، واحد اسمه الحسن بن صالح وفي واحد اسمه علي بن صالح، كانوا عايشين هما الاثنين مع امهم، فكانوا بيقسموا الليل قيام الليل ثلاث أقسام. أمه تصلي الثلث الأولاني وبعدين تروح تصلي تصحي علي، فعلي يقوم يصلي الثلث الثاني وبعدين يصحي الحسن، فالحسن يصلي الثلث الثالث وبعدين يصحيهم، فيقوم يصلي صلاة الفجر أو صلاة الصبح. فماتت أمه، فعلي والحسن قسموا الليل ما بينهم، أنت تصلي نص الليل وأنا أصلي النص الثاني. فلما مات علي قام الحسن وصلى الليل كله، قال تعودنا أن يمتلئ البيت بقيام الليل من العشاء إلى الفجر، فما أردت أن أقطع تلك العبادة عن ذلك البيت. الله أكبر. حسن بن صالح بقى بيحكي عن أخيه علي بن صالح، والكلام ده كله بقى يعني حاجة بقى تتمتع تستمتع بقى وانت بتقرأ هذا الكلام. فبيقول لك أخوه علي وهو في الرمق الأخير بيقول لأخوه الحسن بيقول له اسقني يا حسن، فراح يجيب له مية فرجع فلقى لحيته مبلولة مية، فقال له ها هو الماء أنا جبت لك المية عشان تشرب، فقال له الحمد لله قد شربت يا حسن. قال له مين اللي سقاك ده؟ مفيش حد معاك في البيت غيري. قال له سقاني جبريل عليه السلام. قال له سقاك؟ قال له والله لقد سقاني جبريل عليه السلام، وها هي آثار الماء. ثم قال تلك الكلمة ونظر إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله. ثم مات عند تلك الكلمة. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كان في واحد اسمه مسلم ابن يسار، مسلم ابن يسار واحد من خيرة التابعين. مسلم ابن يسار كان في يوم من الايام بيصلي في مسجد البصره، وكان بيخشع في صلاه الخشوع عجيب جدا، فقال الله اكبر واقف يصلي، فحصل زلزال في المكان فانهدم تلت مسجد البصره، فالناس كلهم جريوا اللي جوه المسجد واللي بره المسجد، الناس كلها خافت، زلزال طبعا شيء مرعب. فبعد ما الدنيا هدت شويه كده والردم هدي كده رجعوا يشوفوا لحسن يكون في حد ميت او حد مصاب، فلقوا مسلم بن يسار واقف بيصلي ويبكي من خشية الله. فبعد ما صلى وسلم قالوا له يا مسلم أما فزعت؟ قال والله ما دريت. إيه اللي حصل؟ قالوا له أبدا ده تلت المسجد بس اتهد. كان لما يرجع البيت كان ليه هيبة عجيبة جدا، فكان لما يرجع البيت كان ولاده بيشوفوه بيخافوا منه جدا، هم بيحبوه بس بيخافوا منه لان ليه هيبه كبيره، فكانوا بيعوزوا يلعبوا فمش قادرين يلعبوا قدامه، فكانوا يندوا جانبا، فكان يصعب عليه، فيقول لهم ساصلي وافعلوا ما شئتم، يقول الله اكبر، يقعدوا يلعبوا ويتنططوا حواليه ولا يشعر من خشوعه في الصلاه. كان ثابت البناني كان يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، كنت بجاهد نفسي عشان أقوم أصلي كل يوم قيام الليل وأنا تعبان والدنيا برد ومش قادر، لكن كنت بصلي. قال وتلذذت به 20 أخرى حتى إني والله لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. عايز أختم لكم بقصتين حلوين قوي قوي في العنصر دوت. كان في واحد اسمه صلة بن أشم، صلة بن أشم ده من التابعين المخضرمين، أدرك زمن النبي لكنه لما أسلم ما كانش قابل النبي، لو كان قابل النبي كان يحسب أنه من الصحابة لكنه حسب من التابعين المخضرمين. في يوم من الأيام كان في إحدى الفتوحات الإسلامية، وكان الناس تسمع عن عبادته وعن قربه إلى الله سبحانه وتعالى وشيء طبعا حاجة فوق الخيال. ففي يوم من الأيام واحد حب يراقبه يشوفه بيعبد ربنا إزاي، وشمعنا الناس بتحب الراجل ده وتفضله على كل الناس،
فاستخبى له كده وشافه بيعمل ايه، فصله وصلوا لمكان معين كده قرب غابه فناموا عشان يستريحوا عشان تاني يوم الصبح رايحين للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فصله نام زي ما هم نايمين، فلما راحوا في النوم قام واتسحب كده عشان ما حدش يحس بيه وراح داخل الغابه، والتاني راح داخل وراه عشان يشوفه بيعمل ايه. فوقف يصلي صله وفجاه بعد ربع ساعه مثلا جه اسد يعني يصدع زئيره الجبال، حاجه صوته رعب. فالراجل اللي بيراقبه راح طالع فوق الشجره لحسن الاسد يصلي، واما صله الراجل بيحكي بقى بيقول فوصل الأسد إلى صلة وظل يزأر أمام صلة بن أشم، وصلة لا يتحرك ولا يلتفت واقف بيصلي خاشع وبيبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما صلى وسلم نظر إلى الأسد وقال التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث. فولى الأسد وله زئير يصدع الجبال. الله أكبر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إنسان بيعبد ربنا، ربنا بيطوع له الكون ده كله ويحول أشرس وأعتى الدواب اللي في الدنيا إلى دواب أليفة تخدمه وما تأذيهوش أبدا، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد ومحب ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان في واحد من التابعين، واحد من العلماء الكبار اسمه بنان الحمال. كان في يوم من الأيام واحد كان حاكم مصر في ذلك الوقت اسمه أحمد ابن طولون، حكم على الرجل ده وأراد أن يؤذيه أذية جامدة جدا. وبعدين قال لهم أنا عايزكم تجوعوا أسد لمدة 3 أيام وتجيبوا الأسد دوت تطلعوه في يعني قفص كده ويكون فيه بنان الحمال دوت علشان الأسد ياكله. ودي طبعا من أبشع أنواع الموت اللي ممكن يموتها أي إنسان في الدنيا، أنك تدخل عليه أسد جعان بقاله 3 أيام هيخش ياكله، ويعني ربنا يعفينا وعافيكم يا رب العالمين. فما كان من هذا الرجل اللي هو بنان الحمال، أول ما دخلوه القفص وبعدين قالوا له هنطلق عليك أسد مجوعينه بقالنا 3 أيام، ومجمعين طبعا جماهير البشر وتلاميذ هذا الشيخ عشان يتفرجوا عليه وهو بيتاكل. فما كان منه إلا أنه توضأ قبل أن يدخل، ثم لما دخل سأل عن القبلة قالوا له الاتجاه دوت، وقف الله أكبر وقف يصلي. الأسد داخل عليه هو وقف يصلي، خد بالك قصة في غاية الروعة. فوقف يصلي فدخل الأسد، طبعا أسد جعان بقاله 3 أيام، ده لو جعان بقاله 3 ساعات يتخاف منه، تخيل بقى لما يكون جعان بقاله 3 أيام. وأسد من أشرس أنواع الأسود اللي كان مربيها أحمد ابن طولون. فلما دخلوا الأسد على هذا الإمام العلم بنان الحمال، أول ما دخلوه عليه ما كان منه إلا أنه لم يلتفت أبدا وظل يصلي ويقرأ ويركع ويسجد، والأسد يزأر ويبتعد يزأر ويبتعد. وفي الآخر ما كان من الأسد إلا أن نام بجوار بنان الحمال. فأحمد بن طولون الموضوع ضايقه جدا، إزاي الأسد مدخله عليه عشان يأكله يروح ينام جنبه؟ فضربوه بالعصا كده من بعيد لحد ما خرجوه بره وخرجوا بنان الحمال ومشوه. لما الأسد رفض يأكل قال خلاص بقى. فلما خرج بنان الحمال تلاميذه بيسألوه بيقولوا له يا إمام فيما كنت تفكر حينما دخل عليك الأسد؟ قال والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا شغلت بما به تنشغلون، وإنما كان كل ما يشغلني هو أنني فكرت ألعاب الأسد نجس أم طاهر، لأنني كنت موصولا بالله جل وعلا وكنت واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هي دي الصلاة، هي دي العبادة، ان انت تحس ان انت بتصلي الله اكبر، اكبر من الدنيا كلها واكبر من الكون ده كله، تقف تصلي بين يدي الله. تعالوا مع بعض نعيش في الدقائق ديت مع رحلة الخشوع. والدرس اللي جاي ان شاء الله هذكر لكم 33 سبب من الاسباب اللي توفقك لان انت ازاي تخشع في صلاتك. النهاردة هنبدأ الرحلة كأن احنا في قطار الخشوع، وهنبدأ رحلة وخطوة خطوة ومحطة محطة. أول حاجة بتعملها في الخشوع في الخشوع الوضوء. احنا قلنا هنبدأ نخشع من أول ما نبتدي نتوضى. وأنت بتتوضى عايز حضرتك تستحضر إن أنت بتغسل قلبك وروحك قبل ما بتغسل جسدك. بغسل قلبي من الذنوب،
بغسل قلبي من ان انا يكون في قلبي حب ذنب اكتر من حب لله. بغسل قلبي من اي فكر في اي حاجه تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. بغسل قلبي من التعلق بغير الله والتوكل على غير الله، على غير الله سبحانه وتعالى. بغسل قلبي من الغل والحقد والحسد والكذب والنفاق والرياء. بغسل قلبي من كل الاثام ديت. وانا بتوضى كده بحس ان قلبي بيتغسل معايا، استحضر المعنى، الحمد لله القلب ابتدى ينضف، الحمد لله الكذبه دي نزلت والغيبه دي نزلت والنظره المحرمه دي راحت ودي راحت، وبدات تحس ان كل حاجه فيك ابتدت تنضف، جوارحك وقلبك وعينيك، النظره المحرمه نزلت، بتنزل مع اخر قطر من قطر الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لما بيتوضى بتنزل ذنوب ايديه مع اخر قطر ينزل من ايديه، وتنزل ذنوب عينيه مع اخر قطره تنزل من عينيه، وبتنزل ذنوب ودانه مع اخر قطره تنزل من ودانه، وتنزل ذنوب لسانه مع اخر قطره تنزل من لسانه، وهكذا واخر قطره تنزل من رجليه. كل عضو من اعضائك وانت بتغسله بتنزل منه الذنوب على هيئة قطرات. استحضر المعنى دوت. انا دلوقتي بنضف من الذنوب، انا بتخلص من كل الذنوب اللي ارتكبتها ما بين الصلاة دي والصلاة اللي قبلها. الحمد لله رب العالمين، قلبي نضف، ايديا نطفت، وما دمت قلبي بينضف فانا عمال بقرب من الجنة اكتر واكتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد باسناد حسن: اذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فاذا قعد قعد مغفورا له. وما دمت مغفورا لك، وما دمت قلبك كل شويه عمال بينضف، فانا عمال اقرب من الجنه شيئا فشيئا. ولذا قال الحبيب المصطفى، استحضر معايا المعنى الجميل دوت، واستحضره وانت بتتوضى. وانا بتوضى الحمد لله الذنوب نازله مع قطر الميه، خلصت وضوء أبواب الجنة الثمانية اتفتحت لك، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الله، ده أنا لسه ما دخلتش الصلاة، لسه ما صليتش، لسه ما ركعتش، لسه ما سجدتش، لسه ما بكتش، لسه ما خشعتش بين يدي الله، مجرد بس ما توضيت الذنوب كلها نزلت مع آخر قطر من قطر الحتة اللي بينزل منها المية اللي فيها ذنوب، سواء ايدي او عيني او رجلي او راسي او وداني او لساني، الذنوب نزلت وابواب الجنه الثمانيه اتفتحت. الخطوه الثانيه والمحطه الثانيه، انا رايح اصلي، اعتبر نفسك مهاجر الى الله، اعتبر نفسك ان انت بتفر الى الله، ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين، كانك مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. وتكون النتيجه وتكون الثمره ان مع كل خطوه وانت رايح الصلاه، كل خطوه يتغفر لك ذنب، تاخد حسنة يترفع لك درجة في الجنة. هي دي الخطوة التانية. استحضر المعنى بالله عليك وانت بتصلي. حد فيكم فكر في المعاني دي؟ انا بتوضى الحمد لله الذنوب نزلت تمام كده، انا خلصت وضوء وقلت الذكر اللي بعد الوضوء ده، الحمد لله ابواب الجنه اتفتحت، انا رايح دلوقتي اصلي. وانا رايح اصلي دلوقتي اللهم لك الحمد، كل خطوه. عارفين بعض السلف كان بيعمل ايه؟ كان لو المسجد من الطريق ده كان يلف من طريق ابعد علشان يكتر الخطوات، وهو ماشي كمان كان يروح بدري شويه ويقرب بين الخطوات، بدل ما يفتح الخطوه لا كان يقرب الخطوه دي من اختها علشان يكتر عدد الخطوات، بمعنى انه لو مشي من بيته للمسجد 1000 خطوه فيتغفر له 1000 سيئه وياخد 1000 حسنه ويترفع في الجنه 1000 درجه. الله اكبر، بالله عليكم عايزين ايه اكتر من كده؟ استحضر المعنى دوت. حضرتك لسه هتخش المسجد، اول حاجه بتعملها وانت داخل المسجد بخلع النعلين. وانا بخلع النعلين ارجوك استحضر المعنى دوت، انا بخلع النعلين وبخلع معاهم الدنيا من قلبي. اذا كان حبيبك ما تصلى عليه، صلى الله عليه واله وسلم بيقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كان ركعتين الفجر بس أفضل من الدنيا وما فيها، يبقى دنية إيه اللي أنت هتخش بيها المسجد؟ إزاي إن أنا أخش واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى اللي وعدنا وقال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل اللي حضرتك بتفكر فيه وكل اللي حضرتك بتفكر فيه والله العظيم ما يجي ذرة من 1000 مليار ذرة من النعيم اللي هنتمتعه في جنة الرحمن. يا رب ارزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين.
حقيقي مشتاقين قوي للجنه. كل ما بتكتر الفتن حوالينا، كل ما بتكتر المشاكل حوالينا، بنقول يا رب مشتاقين لك. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. خلعت النعلين، اخلع معهم الدنيا وخش المسجد، خش بيت ربك، خش في ضيافة ربك سبحانك. أنت الآن ضيف الله، استحضر المعاني دي. وبالله عليك ما تنساش المعاني اللي قبليها. أنا بتوضى نزلت ذنوبي، أنا اتوضيت اتفتحت أبواب الجنة الثمانية، أنا رايح المسجد كل خطوة حسنة وتغفر سيئة وترفع درجة في الجنة، أنا وصلت المسجد. خلعت النعلين، خلعت معهم الدنيا، أنا دخلت دلوقتي بقيت جوه المسجد. الله أكبر، بستقبل القبلة، استشعر جوايا الله، هي دي القبلة اللي استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنا همشي على خطاهم وهستقبل نفس القبلة اللي هم استقبلوها. وأعظم شيء في الدنيا إن أنت تمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد ما استقبلت القبلة هقول الله أكبر، بكبر مع التكبير دوت، استحضر المعنى الجميل. الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الزوجة والأولاد، الله أكبر من الفلوس والمنصب والمتاع، الله أكبر من عربية الشبح اللي أنا راكنها برة، الله أكبر من عمارتي اللي على النيل أو فيلتي اللي على النيل، الله أكبر من كل متاع الدنيا، الله أكبر من كل حاجة. بس اوعى تكون بتكذب على ربنا، اوعى تكون الأغنية أكبر عندك من ربنا، اوعى تكون البنت اللي أنت بتحبها أكبر عندك من ربنا أو من حبك لله، اوعى تكون الفيلم اللي أنت بتتفرج عليه أكبر عندك وفي قلبك من حبك لله، اوعى تكون بتكذب على ربنا، اوعى يكون في شيء في قلبك أكبر من ربنا، اوعى المصنع بتاعك يشغلك عن إن أنت تروح وتقول الله أكبر وتصلي في بيت ربنا، وتقول ما أنا مشغول بدنيتي وبفلوسي وأنا فاضي أروح المسجد، اوعى يكون في حاجة أكبر من حبك لربنا سبحانه وتعالى. خلي قلبك ده ما فيهوش حاجة غير ربنا، حب ربنا. إن ربنا وبس. ثم من أراد الله أن أحبه أحبه لله سبحانه وتعالى. يبقى أوعى يكون حاجة في الدنيا أكبر عندك من حبك لربنا. الله أكبر، شوف بستقبل بكفي الصلاة وظهري كفي برمي بيهم الدنيا ورا ظهري. الله أكبر من الدنيا كلها. مفيش حاجة في قلبي أكبر من ربنا وأكبر من حب ربنا وأكبر من رغبتي في إن أنا بحب ربنا وعايز أعبد ربنا. كده استحضرنا المعاني كلها. الله أكبر من كل شيء، حطيت إيدي على صدري، خد بالك بقى من المعنى ده، هبتدي أقرأ فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة بدونها. اسمع بقى الحديث الجميل الذي رواه مسلم. الحق جل وعلا بيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. خد بالك من المعنى ده، بالله عليك وبالله عليك استحضروا المعنى ده وانتوا في صلاتكم. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، فيقول جل وعلا فوق سمائي سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال جل وعلا: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال جل وعلا: مجدني عبدي. فيقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله الله، عن الحوار على الحوار الرباني الذي يدور ما بين الحق جل وعلا، ما بين كل عبد يسجد ويقف ويصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. مجرد ما بقوم كده أقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في اللحظة دي ورب الكعبة الله يقول: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. ثم أقول، يقول بعد ذلك: وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كل اللي انت عايزه بقى، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. معنى عايزك تستحضره وانت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. عايزك تستحضر بعد ما بتخلص الفاتحة، أو الإمام بيقرأ الفاتحة قدامك، وأول ما بيوصل لكلمة ولا الضالين وانت بتقول آمين،
استحضر ان تأمينك بيوافق تأمين الملائكة. ما اصل الملائكة واقفة، واول ما الامام بيكبر هي واقفة ورانا بتصلي معانا، ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فاول ما تقول امين لو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. الله، قال صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه كما في الصحيحين، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أرجوك استحضر المعاني ديت، وبالله عليكم جميعا استحضروا المعاني دي معنا معنا، عيشوا مع الحلقة دي معنا معنا. خشوا بعد الحلقة على موقع قناة اقرأ أو الموقع الرسمي الشيخ محمد مصري، وعيد سماع الحلقة أو الجزء دوت بتاع رحلة الخشوع، واستحضر المعاني الجميلة ديت بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وتلاقي الكلام اللي أنا بقوله ده كله مكتوب في كتاب عامله اسمه ليلة في بيت النبي، موجود فيه النبي ونعمة الخشوع في الصلاة. بعد ما بتقرأ الفاتحة بتقرأ سورة من القرآن، وأنت بتقرأ سورة أو جزء من سورة حاول لو قبل الصلاة حاول لو تقرأ معاني السورة ديت، تفسيرها، سبب نزولها، تحس بخشوع عجيب جدا. وانت بتقرأ مثلا الآيات اللي في سورة النور، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، نزلت في حادثة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها، فتستحضر كيف أنزل الله عز وجل براءة أمنا عائشة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تزداد خشوع وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. تقرأ سورة، وانت بتقرأ سورة تلذذ، وياريت تكون حافظ قرآن كتير عشان تتلذذ بالانتقال ما بين السور التي تذكر الجنة والنار والآخرة والحساب ونعمة ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته ومغفرته، رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وتأكد يكون عندك يقين في قلبك وانت بتقرأ القرآن الفاتحة والسورة اللي بعدها أو الجزء من السورة اللي بعدها، إن القرآن اللي بتقرأه دوت هيشفع لك يوم القيامة بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع وماحر مصدق. خد بالك، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، خد بالك، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله، خلصت الفاتحة وخلصت السورة اللي بعد الفاتحة، هتكبر عشان تركع. الله أكبر، نازل بتركع. بالله عليك، عايزك تنحني بقلبك قبل أن تنحني بجسدك، عايز قلبك هو اللي ينحني قبل ما ظهرك ينحني. انزل بقلبك، تواضع لربك، اعبد ربك، اخشع لربك، تذلل لربك، ذلك لله سبحانه وتعالى هو نعمة العز. العز كله في ان انت تذل نفسك لله وان انت تنكسر بين يدي الله. الامام ابن القيم بيقول ان يوم القيامة ناس كتيرة جدا تريد ان تقبل على الله سبحانه وتعالى، او في الدنيا حتى في ناس عايزة تدخل على الله سبحانه وتعالى من باب من ابواب العبادة. رحل ابواب الصلاة لها مليانة ملايين، باب الزكاة نفس الحكاية، الصيام ألف الباب الوحيد اللي تلاقيه فاضي إلا من قلة قليلة هو باب الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، باب الناس اللي عليه قليلين جدا. خش من الباب دوت هتلاقي الدنيا رايقة عشان تخش وتقبل على الله سبحانه وتعالى. ركعت وقلبك انحنى وخضع لله سبحانه وتعالى، بعد كده هتقف: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد ان ربنا اقام صلبك مرة اخرى، ان كان ممكن تنزل ما تطلعش تاني، كان ممكن يحصل لك اي حاجة، تيبس في فقرات الظهر، ممكن يحصل لك اي حاجة في العمود الفقري، لكن ربنا سبحانه وتعالى اقامك مرة اخرى، فبتحمد ربنا على انه اقامك مرة تانية. ربنا ولك الحمد. بعد كده بتنزل وتسجد، بتمكن اشرف حاجتين في جسدك، الانف والجبين، الجبهة اللي كان العرب تتفاخر حينما الإنسان يعوز يتكبر أو يتشامخ يرفع أنفه، وحينما لما الإنسان يعوز يعطي تعبيراته للإنسان اللي قدامه سواء بالحب أو بالكره أو بالجبين، بالجبهة. فبتحط أشرف موضعين في جسدك في التراب في الأرض، واسجد واقترب، انزل تحت عشان تطلع فوق.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ربيعة بن كعب لما قال للنبي عليه السلام، النبي بيقول له يعني سلني شأن ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. الله، سجدت سجدة وبعدين طلعت منها مش كفاية، اسجد تاني علشان تحس بقربك من ربنا، بالذل والانكسار وانت نازل. يجي بعدها خلصت الصلاة في التشهد بقى التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، استشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، استشعر ان انت بتسلم على النبي وان نبه يرد عليك، لان النبي قال كده: ما من عبد يصلي ويسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. ثم تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي كما في الصحيحين: فإذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. سلامك دوت، السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بتوصل سلامك لكل الملائكة والجن المؤمن والمسلم والملائكة، كل الكون ده كله في السماوات والأرض بيوصل سلامك. ثم بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، أنت متأكد أن ربك هو الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم، وأنت بتسلم بتسلم على ملك اليمين وتسلم على ملك اليسار. ثم بعدما تسلم بتستغفر بين يدي الله سبحانه وتعالى، بتكثر من الاستغفار في أول أذكار الصلاة. أول حاجة بتعملها الاستغفار، كأنك بتقول: يا رب سامحني على تقصيري في الصلاة اللي أنا صليتها ديت، عفوا ناقصنا بس نص دقيقة. بتستغفر ربنا على تقصيرك في الصلاة اللي انت صليتها بالخشوع اللي انا ذكرته لك ده. لكن الانسان دايما كل ما يبذل جهده في اي طاعة كل ما يحس بتقصيره، انه محتاج يعمل اكتر واكتر. ثم تقول: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هي دي الجملة اللي انت هتقولها لربنا لما المولى عز وجل يقول: يا عبادي يا أهل الجنة سلام عليكم، فأهل الجنة كلهم ربنا يجعلنا إياكم منهم هيقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كأنك بتقول: يا ربي الصلاة اللي صليتها دي مع كل الخشوع دوت أنا أتمنى أقدم لك حاجة أحسن منها يا ربي، فسامحني وإن شاء الله الصلاة اللي جاية تبقى أحلى من اللي فاتت. دي كانت رحلة بسيطة قلتها في عجالة سريعة عن الخشوع، وإن شاء الله بعد الفاصل منتظرين اتصالاتكم وإيميلاتكم، والحلقة اللي جاية هذكر لكم 33 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. فاصل قصير نرجع لكم. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت نقاط سريعة جدا جدا عن رحلة الخشوع في الصلاة وعن بعض النماذج من الخاشعين في الصلاة. الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة ونعمة الخشوع في الصلاة. أجمل شيء في الدنيا إن النبي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ملجأ وملاذ. إن الإنسان أول ما يحس بأزمة، أول ما يحس بمشكلة، أول ما يحس إن في حاجة تعباه في حياته بيفر ويجري على الصلاة، يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، مع يعلم من جوانا ماليش غيرك، أنا جاي لك برمي نفسي بين يديك عشان ترحمني وتكرمني وتفرج همي. استحضروا المعاني الحلوة ديت، واستحضروا المعاني اللي قلتها لكم التانية ديت، صدقوني هتصلوا أجمل صلاة. وأنت بتصلي حاول بقدر الإمكان تصلي في مكان تستريح فيه، يعني تخشع فيه. شوف بعض. طب معانا الأستاذ رافع من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ رافع. السلام عليكم. طيب الأخت ساري من مصر. السلام عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. أنا كنت بسأل حضرتك بس عن الخشوع في الصلاة، لأن إحنا بنبقى واقفين في الصلاة وحاسين إن إحنا يعني مش بنقدر نخشع في الصلاة وكده، وبنفكر في حاجات، فإزاي يعني إيه نعمل؟
او ادعيه ان احنا نقولها يعني عشان نخشع كويس في الصلاه يعني. انا طبعا كلمتكم الاول الحلقه اللي فاتت دي كانت مقدمه عن موضوع الخشوع في الصلاه عشان نستشعر قد ايه الموضوع في غايه الاهميه. النهارده كلمتكم عن نماذج عشان الهمه ترتفع، ثم كلمتكم عن رحله الخشوع، ازاي رحله عمليه ازاي ان انت تخشع في الصلاه، لكن الاسباب بقى ال 33 سبب اللي من خلالهم نقدر نخشع في الصلاه، ده هيكون موضوع الحلقه اللي جايه ان شاء الله. اختي سالي ربنا يبارك فيك يا رب. استاذ محمد من ايطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا بتكلم مش محمد المصري. اتفضل حبيبي معاك. ماشي. معاك يا استاذ محمد. معايا انا بتفرج على التلفزيون مش انا معاك وانا كمان معاك على التلفزيون. ماشي. اتفضل. عليكم السلام. عايز اسال حضرتك عن الابتلاء. انا عندي طفل هو متاخر شويه. نعم. فعايز اعرف بالظبط يعني انا سمعت كلام كتير ان ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد بيبتليه. طبعا. وساعات انا ووالدته بنفكر مثلا ان هو مثلا مش هيتكلم او مش هيفهم كويس جدا وكده، هو بنوع مثلا بنبكي او بيجي في عندنا حاجات كتيره، فعايز اعرف حضرتك راي ربنا سبحانه وتعالى يعني في الموضوع ده. حاضر حبيبي، ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد. شوف يا استاذ محمد، بقول لحضرتك والجميع المشاهدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. بيبتلى الانسان على قدر ايمانه وعلى قدر قربه من ربنا سبحانه وتعالى. الاشكال في الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو ربنا ابتلاني ابتلاء، اوعى حد يظن في يوم من الايام ان الابتلاء دوت فوق طاقتي انا ما استحملوش، لا، لولا انا استحمله ما كانش ربنا رزقني الابتلاء ده. كون ان انا ابكي على ابتلائي في ابني، هذا اذا لم يصحب اعتراض على قضاء الله لا باس، مفيش مشكله. الانسان غصب عنه بيصعب عليه ابنه. افترض مثلا واحد ابنه او بنته حصل لها حادث، بيبكي عشان ابنه او بنته، لكنه مش معترض على قضاء ربنا، راضي بقضاء ربنا، ما فيهاش اي مشكله خالص. لكن المشكله ان انا اعترض على قضاء ربنا، مش معنى ابني يعمل كده ليه؟ اشمعنى اولاد الناس كلهم سلام واشمعنى انا ابني اللي بقى كده؟ ربما تخش بابنك دوت الجنه ويخش ابنك الجنه بسبب هذا البلاء. محدش عارف، لو كشف لنا الغطاء لراينا العجب، ما علينا الا ان نرضى وان نسلم وناخد بالاسباب بقى. ربما يكون في سبب معين للشفاء، ناخد بكل الاسباب ونكثر من الدعاء ايضا، يعني نرضى بقضاء الله ونكثر من الدعاء وناخذ بالاسباب. الاخت سلوى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود المصري. مع حضرتك ان شاء الله. احبك في الله والله العظيم. ربنا يحبك ويسترك يا رب. انا مش مصدق ان انا وصلت لحضرتك. الله يحفظك يا رب، اتفضلي. انا يعني انا الاول ما كنتش بصلي خالص. نعم. بس بعدين حصلت لي حادثة. نعم. فدلوقتي يعني بعرف ربنا الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب. بس انا مش حاسة ان انا بعرف يعني مهما عملت بس بدي حق ربنا. نعم. يعني بحس ان انا مهما صليت ومهما عملت. نعم. يعني مش عارفه. ده احساس جميل جدا على فكره، اوعي تفتكر ان ده احساس غلط، بالعكس ده الاحساس ده حسه كل الناس، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال النبي كما في الصحيحين: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو نادى، وعمر بن الخطاب بقى اللي هو يعني من العشر المبشرين بالجنه، يقول لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. ابو بكر الصديق يقول: لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله عز وجل. الشيء في الموضوع ان طبيعي جدا ان اي انسان مؤمن مهما عمل من عباده ومهما تقرب الى الله بيقول انا مقصر، انا ما عملتش حاجه، انا ما وفيتش ربنا حقه. ده شيء طبيعي ودي حقيقه على فكره، مش مجرد احساس، دي حقيقه فعلا. احنا لو عبدنا ربنا 100,000 سنه والله العظيم ما نوفى ربنا قدر نعمه واحده، نعمه سبحانه وتعالى، وانت تعد نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. ربنا يرزقنا اياكم شكر النعمه ان شاء الله. الاخت سميه من الجزائر، السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع.
الأستاذ زكريا خليلي. شكرا جزيلا على حلقة الخشوع في الصلاة، ربنا يحفظكم يا رب ويرزقنا إياكم لذة الخشوع في الصلاة. الأخت نعمة بالله عليك اكتبي لي إن ربنا يجمعني وإياك مع النبي في الجنة والمشاهدين إن شاء الله جميعا، وأن يرزقنا الصبر والرضا والسعادة وزوجا صالحا تقيا. ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل أخواتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بأزواج صالحين، ويرزق كل من لم يرزق بطفل صغير يرزقه يا رب بالذرية الصالحة، اللهم آمين. الأخت سعاد من المغرب، أرجو أن تدعو لأبي أن يهديه الله وأن يوقظنا معه، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يهدي الوالد يا رب ويكرمكم يا رب ويوقظ قلوبنا جميعا. معنا الأخت منى، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ؟ الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك يا رب. أستحلف بالله يا شيخ إني كنت تدعي لي ربنا يرزقني. معلش الخط قطع، ما اعرفش ربنا يرزقني، بس اكيد يعني بتسال ان ربنا يرزقني الخشوع في الصلاه. ربنا يرزقك يا رب الخشوع في الصلاه، وممكن تكون الثانيه يرزقك الزوج الصالح، يبقى ربنا يرزقك الزوج الصالح والخشوع في الصلاه. انتوا جميعا المشاهدين يا رب العالمين. الاستاذ توفيق، اطلب الدعاء لي بالذريه الصالحه. ربنا يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه وكل من حرم من الذريه الصالحه، اللهم امين. الاستاذ عبد الكريم من الجزائر، السلام عليكم شيخ محمود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله، أحبك الذي أحبني فيه، أرجو أن تدعو لنا بالنجاح والشفاء طول العمر لأم وأبي وأرحم والجدات وسكنهم في فسح الجنان. ربنا يرزقك بكل اللي أنا أرزقه كله إن شاء الله. أم علاء من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا أم علاء. السلام. أهلا بحضرتك. أطلب الدعاء من الشيخ محمود المصري. أسأل الله أن يفرج عن إخواننا وأحبابنا من أهل العراق، وأن يصرف عنهم كل مكروه، وأن يصرف عنهم الهم والغم وحزن يا رب العالمين. إن أنا أعلم طبعاً يقيناً إن العراق يعني من البلاد اللي بتتعرض لابتلاء شديد جداً جداً منذ سنوات طويلة، وما زال لحد يومنا هذا كل يوم تقريباً بنصحى الصبح أو كل يومين تفجير هنا وناس قتلى هنا وناس هنا. يعني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنكم الفتن وأن يحفظكم وأن يعني يرزقكم الأمان في وطنكم يا رب العالمين. أم محمد من مصر، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. والله أنا مش مصدقة بصراحة أنا بكلم حضرتك. الله يحفظك يا رب. ربنا يخليك يا رب. كنت بس ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. عندي ولادي في ثالثة ابتدائي وثانية ابتدائي. نعم. انا بصراحه بدعي لهم يعني الحمد لله بما فيه الكفايه وانا ساجده وكل حاجه، ان ربنا بس يجعلهم ذريه صالحه ويجعلهم من حافظ القران. امين. انا بدعي بما فيه الكفايه، بس بصراحه مطلعين عين في القران. نعم. لدرجه ان انا مدخلاهم معاهد دينيه وكده. نعم. ان يعني ربنا يبارك لي فيهم. امين يا رب. بس مش عارفه في ايه يعني، بلاقيهم بيتعبوني جامد قوي. هو شيء طبيعي يا محمد، الجيل الجديد جيل قدامه كم من الفتن، احنا في حياتنا ما شفناش واحد على الالف من الفتن اللي هم عاشوها. فبالتالي انشغالهم بقى بالفضائيات وبالنت والكلام ده كله واخد اغلب وقتهم، بالاضافه بقى للموبايلات اللي بتبقى في ايدين حتى الاولاد في سن ابتدائي. ده موضوع خطير جدا جدا ان انا اخلي ابني في سن ابتدائي في ايده موبايل، الموبايل دوت مثلا ممكن يكون بكاميرا وفي حاجات غلط والى غير ذلك. انا كده بفسد ابني، مش بكرمه. خدوا بالكم الكلام ده كله يا جماعه، الموبايل ده المقصود منه ان انا يتحط في ايدين واحد هيستفيد من الموبايل، بخلص بيه شغلي، بخلص بيه اتصالاتي، حاجاتي، انما مش الموبايل يتحط في ايدين اطفال صغيرين عشان يهزروا مع بعض ويقولوا لبعض صور مش عارف عامله ازاي، ويهزروا وينكتوا مع بعض ويبعتوا لبعض مسجات. ده الموضوع كده انا بفسد ابني من حيث لا ادري، فالله يكون في العون. فانت حاولي وجاهدي مع اولادك وان شاء الله ربنا ياجرك وان شاء الله يعني يرزقك ثمره هذا الجهد ان شاء الله. ويعني انت تعلمي ان الانسان ما عليه الا ان يبذل جهده. سيدنا نوح عليه السلام بذل جهده مع ابنه، مع رغم ذلك ابنه شوف حصل ايه. فانت ابذلي جهدك مع اولادك، كل واحد فينا يبذل جهده مع اولاده، والهدايه ابتداء وانت بيد الله سبحانه وتعالى، بيد ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء. فاذا ما عليك بس ان انت تبذلي جهد ان شاء الله وتحتسبي ربنا يكرمك ان شاء الله. الاستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبد الرحمن. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا حبيبي. بارك
بارك الله فيك. الله يخليك. الله يخليك حبيبي، ربنا يسترك يا رب. بالله عليك يا شيخ محمود تدعي، ربنا يصلح حالك. ربنا يصلح حالك يا عبد الرحمن ويبارك في عمرك حبيبي، ويفرج عنه عنك الهموم، ويرزقك يعني الرزق الطيب الحلال يا رب العالمين. وربنا يصلح احوال بلاد المسلمين جميعا يا رب. ربنا يحفظ مصر الغاليه ويحفظ سوريا وينجينا جميعا من الفتن ويحقن دماء اخواننا في سوريا، اللهم امين يا رب العالمين. الاستاذ رشيد من المغرب، انا عندي طلب واحد، ان تدعو لي ان اصلي في المسجد ويهدي زوجتي. طيب ايه اللي منعك من المسجد يا استاذ رشيد؟ ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله، يعني احزم كده واخلص النيه لله واسال ربنا، اطلب من ربنا، ربنا هو اللي قادر انه سبحانه وتعالى اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقام، ربنا هو اللي هيقيمك في الطاعه ديت. فقول يا رب انا مش قادر اروح المسجد، يا رب اعني، يا رب اعني. ولذلك كان من السنه كما علم النبي معاذ الجبل كما عند ابي داود واحمد بسند صحيح، قال له والله يا معاذ اني لا احبك، فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فانما الاعانه انما تاتي من عند الله سبحانه وتعالى. الأستاذة ناهد من مصر، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك أنا والدة بقالي شهرين ومخنوقة وخايفة وحاسة إني هموت وسايبة بيتي. ليه طيب يا أختي ناهد؟ سايبة بيتي وخايفة كده وحاسة إني هموت. ده ليه يا شيخ؟ لا اطمني اطمني، الحالة دي على فكرة بالمناسبة عشان تبقى عارفة دي حالة عادية جدا بتحصل لكتير جدا جدا من النساء بعد الولادة، بيجي لهم حالة كده من الاكتئاب بعد الولادة مباشرة، أحيانا بيجي لها الحالة بأن حاسة أن ابنها هيموت، وأحيانا بتحس أن هي نفسها اللي هتموت. الحالة ديت إن شاء الله تعالج بكل بساطة يا أخت ناهد، بكثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي، الدعاء ان تدعي ربنا انه يخلصك من هذه الحالة، بكثرة السجود والدعاء والطاعة لله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دي حالة على فكرة بتحصل كتير جدا من النساء بعد الولادة مباشرة، بيجي لهم حالة اكتئاب، حالة اكتئاب. بتبقى حاسة ان هي هتموت أو حاسة ان طفلها الصغير ده هيموت. وبتوصل احيانا لحاجات تانية، لكن امرها بسيط جدا جدا، كثرة ذكر المولى عز وجل وكثرة الصلاة على النبي وكثرة الاستغفار والدعاء ان ربنا ينجيه، ان شاء الله كل ده يروح بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذة امال من الجزائر، ارجو الدعاء لي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك يا رب يرزق جميع المشاهدين بالذرية الصالحة. الاخت مريم من المغرب، انا طالبة على ابواب الامتحانات، ارجو ان تدعي لي بالنجاح، ربنا ينجحك وينجح كل طلبة وطالبات المسلمين. مين معانا يا استاذ احمد؟ الأخت ابتسام من الإمارات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا أتكلم مع الشيخ محمود المصري لو سمحت. مع حضرتك. أنا بتابع في التلفزيون ما بتتكلمش معايا. أنا بتكلم معاك أهو يا أخت ابتسام، سامعاني؟ أنا بشوف التلفزيون ما حدش بيكلمني. أنا والله بكلمك دلوقتي، طب خليك معايا، مش أنا بكلمك أهو، اتفضلي. بس عايزة أسمع عشان أمي معايا عايزة تسمع الشيخ محمود المصري. اه والله اتفضلي. طب وطي التلفزيون يا اختي ابتسام عشان تسمعيني كويس. ابتسام ابتسام المصري، والنبي تدعي لي والله لا اله الا الله، لامي ان اما يشفينا من المرض النفسي. الله يشفيكم يا رب ويعفى عنكم يا رب العالمين، ويرفع عنا وعنكم البلاء ويشفي جميع امه النبي محمد يا رب العالمين، اللهم اشفي جميع امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ام احمد من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا بحضرتك. عامل إيه؟ الله يبارك فيك يا أم أحمد، ربنا ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علم. آمين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ محمود ادعي لنا يعني وادعي لعيالنا إن شاء الله ربنا يهديهم ويصلح حالهم. ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب ويبارك لك فيهم يا رب العالمين. يا رب يخليك. لو سمحت يا شيخ محمود، هو أنا إن شاء الله بصلي قيام الليل أربع ركعات قبل الفجر. ما شاء الله ما شاء الله. الركعة الوتر بقى بتاعت العشاء أصليها بعد العشاء ولا أصليها بعد قيام الليل؟ براحتك. بصي يا أم أحمد، هو الأفضل إن أنت تصليها مع قيام الليل في الثلث الأخير، ده الأفضل. لكن لو كنت خايفة إن أنت تروح عليكي نومة فصليها بعد العشاء مباشرة، لكن ما تجمعيش بين وترين في ليلة واحدة، يعني ما تصليش وتر بعد العشاء وتصلي وتر تاني قبل الفجر، لا، هو لا وتران في ليلة واحدة، هو وتر واحد تصليه. الأفضل تصليه في الثلث الأخير،
خفتي ما تضمنيش ان انت تصحي، صليه بعد العشاء، بعد سنه العشاء طبعا، والشفع والوتر ان شاء الله، صلي الوتر بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يتقبل يا ام احمد. ارجو من حضرتك ان تدعو لاخي بالهدايه، وهو يبلغ من عمره 22 سنه ومستهتر لا يصلي وبيقضي يومه كاملا مع اصدقاء السوء، ادعي له. واحنا كمان ندعي له، يا رب يهدي، يا رب يهدي كل الشباب المسلمين ويهدي كل بنات المسلمين. السن دوت سن حارق شويه، سن المراهقه ده، سن حاسس ان هو بقى راجل ويعتمد على نفسه وعايز يجرب كل حاجه. عايز اقول لكل الشباب اللي انا بحبهم واللي عارف انهم بيحبوني، ان لما انسان يقول لك على حاجه خد بالك انه بيقولها لك لمصلحتك ولانه بيحبك. انا بقول لحضرتك الطريق بتاع مثلا الخمور والمخدرات والجيرل فريند وكده، ده طريق اخرته خساره. فبدل ما تيجي تجرب الطريق ده وفي الاخر تندم، انا بقول لك من الاول غيرك ندم، ناس كثيره جدا ندمت، فبعضهم بيقول لا معلش اجرب بنفسي وبعدين احكم انا. اقول له ما تضيعش عمرك، لان عمرك ما هوش محك للتجربه، عمرك ده كل لحظه فيها تندم عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله عز وجل فيها ولا يصلي فيها على نبيه الا كانت عليه تره يوم القيامه، وفي روايه الا كانت عليه حسره يوم القيامه. والله العظيم يا جماعه الواحد انا وانا بعدي كده احيانا، يعني وانا جاي القناه دلوقتي عديت على قهوتين قدام بعض ما شاء الله مكدسه بالشباب قاعدين بقى، اللي بيلعب دومينو واللي بيلعب طاوله واللي بيشيش واللي بيعمل، بقول يا خساره والله العظيم لو ان اوقاتكم دي تتباع بالفلوس قسما بالله لكنت اشتري اوقاتكم عشان انتفع بيها في خدمه دين الله سبحانه وتعالى. اغلى حاجه يا جماعه العمر والوقت، اوعوا عمركم يضيع في حاجه ملهاش لازمه، اوعوا وقتكم يضيع من غير فائده، اوعوا. اللي ما بيصليش يا خسارتك، يا خساره اللي ما بيصليش، يعني والله العظيم يا حسره قلبك يوم الايام هتندم، هتندم في الدنيا وفي الاخره. اللي ما بتصليش مش هتدوق الحلاوه والجمال واللذه اللي انا حكيتهم لك في رحله الخشوع. تيجي يوم القيامه يوم يكشف عن ساق الملك سبحانه وتعالى ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. اللي ما كانش بيصلي في الدنيا يجي يوم القيامه اول ما الحق سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فالكل يخر سجدا لله سبحانه وتعالى، الا اللي ما كانش بيصلي في الدنيا ظهره يبقى عامل زي الطبقه زي الخشبه زي كده ما يتحركش ابدا، يبقى طبقه واحده، يجي عايز يسجد يقع على ظهره. فبدي ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. ايه السبب في كل ده؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. خذوا بالكم. معانا الاخت ياسمين، السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته، صحت عندي 19 سنه. بقرا بس سوره الاخلاص، فممكن اعرف ان عليا ذنب ولا لا في الصلاه؟ عليكي ذنب ان انت بتقرا في سوره الاخلاص بس؟ اه طبعا معاها الفاتحه. ما انا عارفه. اه بس حلو، ما فيش مشكله. هقول لك حاجه، عايز اقول حاجه يا اختي ياسمين وكل اللي سامعني، الصلاه يجزئ في صلاتي ان انا اصلي في لو انا بصلي ظهر عصر، لو انا بصلي مثلا ظهر يجزئ في صلاتي ان انا اصلي الاربع ركعات بالفاتحه في كل ركعه، يجزئ. يعني قراءه السوره التي بعد الفاتحه هي سنه، لكن طبعا الافضل انها تقرا، واخد بالك؟ فاذا كنت انا مش حافظ مثلا غير قل هو الله احد، او مثلا يعني عايز اصلي بيها على طول، مفيش اي مشكله خالص، اقرا الفاتحه وقل هو الله احد واصلي بيها. وبعدين خدوا حاجه من ضمن الاشياء اللي فعلا بتخلي بعض الناس ما بيشعوش او بيزهقوا في صلاتهم، انا لمس الحكايه دي، ان بعض الائمه بيحبوا يطولوا قوي في الصلاه، مع ان ده خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي جايب الكلام ده منين؟ هقول لك جايبه من اعلى الاسانيد من البخاري ومسلم، ان الامام البخاري والامام مسلم روايه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه. شفت دي؟ يعني فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجه، فاذا صلى لنفسه فليطول. يعني النبي بيقول اللي يصلي بكم بالناس يا جماعه خففوا بالناس، ما فيش داعي ان واحد يقف يصلي في صلاه المغرب بربعين، فيها مشقه على الناس يا جماعه. يقول لك ما احسن احنا قال عثمان بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ده كلام مظبوط، بس انت الان عايش في زمن محتاج ان انت ترغب الناس في الصلاه، محتاج ان انت ترغب الناس في الصلاه. فاضل قد ايه يا استاذ؟ الاستاذ ياسين اخر تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ياسين.
طيب الاخت ياسمين، السلام عليكم. السلام عليكم اخت ياسمين. طيب احنا فاضل لنا قد ايه يا استاذ احمد؟ 3 دقائق وبقى ان شاء الله نكتفي كده بالدعاء، ولكن قبل الدعاء الواجب. الواجب يا جماعه، عايزين اليومين دول بالذات نكتر قوي قوي من الصيام، 2 وخميس، 3 ايام في الشهر العربي، عايزين نكتر من قيام الليل، عايزين نسجد لربنا، عايزين نخشع لربنا. اديكم شايفين الازمات اللي موجوده في سوريا، مش عايز اتكلم بقى في امور، مش عايز اخرج عن نطاق الكلام في الدين، لكن عايز اقول ان فعلا في ماسي الان بتدور في ارض سوريا، وفي فتن كبيره جدا بتدور في ارض مصر. صلوا وادعوا، ادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى ينجي اخواننا في سوريا ويطهر مصر من المشاكل والفتن اللي فيها ديت. يعني اني داعم فامن من قلبي. عايزين طبعا صلاه وصيام وركعتين قيام ليل وجزء قران كل يوم، ونكثر من الاستغفار والصلاه على النبي. والله العظيم من اعظم اسباب تفريج الهموم، واقسم بالله على ذلك، مش الله لا يجرب، الله لا يجرب. خلي فيها يقين بالله سبحانه وتعالى. ان شاء الله الحلقه الجايه نلتقي مع 33 سبب من اسباب الخشوع عشان نعرف نصلي ازاي. اني داعم فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم ان ترزقنا الخشوع في الصلاه. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على صراط ربنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار، نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اهدي شباب المسلمين، اهدي بنات المسلمين، فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فذويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم طهر مصر من الفتن، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، والف بين قلوب المصريين، وامنا في اوطاننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظة صفا، ونقفل بيبان